إنها الفضيحة المشينة. القصر الجمهوري أو ما يعرف بقصر الشعب يستولي على مازوت الشعب المدعوم. بينما يبحث الشعب عن ما تبقى من فتات الدعم ولا يجده في النهاية، يخرج إلينا مدير عام النفط في وزارة الطاقة والمياه أولورف غالي بهذا القرار الصادم. هذا القرار صدر تحديداً بتاريخ 16 أيلول 2021 ويحمل الرقم 299 ميم على صاد، موجه إلى منشأتي النفط في طرابلس والزهراني. يطلب منهم الاستمرار ببيع ديزل أويل وبشكل استثنائي على سعر 8000 ليرة للدولار للمؤسسات التالية: القصر الجمهوري، مجلس الوزراء ومجلس النواب، بالإضافة إلى مؤسسات المياه في لبنان وهيئة أوجيرو وشركتي ألفا وتاتش. نعم عزيزي المشاهد، بينما فاز قصر بعبدة والسراي والبرلمان في إيصالنا إلى لحظة رفع الدعم كلياً عن المازوت، وضعت الرئاسات الثلاثة نفسها خارج المأزق وتبعاته. أتظن تلك الرئاسات نفسها أبدى من المواطنين في الحصول على المازوت المدعوم؟ وهل أصبح المازوت على سعر 8000 يضر بالمولدات التي أخذت على عاتقها الإنارة عوضاً عن الدولة، وهي التي بدأ أصحابها يبحثون عن طن المازوت الواحد على تسعيرة وزارة الطاقة فلا يجدوه إلا بأسعار جنونية بلغت 650 دولار للطن الواحد؟ هذا ما يحصل في المباني الرئيسية التي تحكم لبنان، فما بالكم بالمباني الفرعية إذن؟ ونقصد هنا على سبيل المثال فقط قصر الرئيس نبيه بري في عين التينة، الذي استلم منذ أيام فقط وتحديداً بتاريخ 17/9/2021 10930 لتر مازوت، ربما على السعر المدعوم وربما مجاناً أيضاً، من يدري؟ وهنا يجب أن نسأل، أين تقع مقرات الرؤساء الثلاث؟ هل هي في لبنان أم في لالالاند؟ من أعطى لتلك الرئاسات التي ساهمت وهندست عملية الانهيار الحق بالاستفادة من وجع اللبنانيين المدعوم؟ أيظن من يقتل تلك القصور أنه أولى من الشعب المقهور وأولى من المستشفيات التي تحتاج إلى كل قطرة مازوت وأنه أولى من مرضى الكلى مثلاً؟ من قال أن حصولكم على المازوت المدعوم أبدى من أن يحصل عليه مثلاً أصحاب مولدات الكهرباء الذين باتوا يدفعون ثمن المازوت بالدولار؟ من قال أن فخامتكم أهم من طفل بحاجة إلى جرعة أكسجين ولا تتوفر لديه الكهرباء؟ لماذا لم يتجرأ الرئيس ميشيل عون ولا الرئيس نجيب ميقاتي ولا الرئيس نبيه بري على التدخل لإلغاء هذا القرار وأن يدفعوا هم من جيوبهم بالدولار ثمن هذا المازوت أسوة بباقي المواطنين؟ قولوا لنا بربكم، بماذا سيستفيد المواطن المذلول من تأمين المازوت الرخيص لكم ولحاشيتكم؟ فهل أنتم لا سمح الله تعيشون بضائقة مادية خانقة كما يعيش هو؟ إنها وقاحة لا توصف.